كتاب جمع الجوامع نناد السفرثي الإمام تاج الدين السبكي متوفى سنة 771 الهجرة من زهاء 100 مصنف تكتب تجي جمع الجوامع ذي الروج أم قران ذكيون بحريش تموسني ذي الشرعيث اسميس أصول الفقه الإسلامي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إثما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقيد المجلس السبعة هذا هو المجلس السابع من مجالس شرح جمع الجوامع في أصول الفقه الإسلامي لتاج الدين السبكي رحمه الله المتوفى سنة 771 للهجرة إذ مثلا فقد سيميليتي السبعة المجلس السبعة ذي المجالس نشرح جمع الجوامع لتاج الدين السبكي ندايت مثلا الكتابة كتاب مهم كتاب مرجع مصدر في علم الأصول في علم أصول الفقه الإسلامي اليوم إذا مع المجلس السابع سادتي نكمل نتبع معكم المنهج نقرأ المتن الذي سنشرحه في حدود الزمن المتاح وبعدين نعطيه شروح وتفاصيل نشرح أول شرح عام كسونس جلوبال معنى إجمالي وبعدين نشني التفاصيل تاج الدين السبكي رحمه الله يناد والحكم الشرعي إن تغير إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي فرخصة يفكر غد كريم سليناكي ملخصة طاس بوال أولا الحكم الشرعي نهضريه نشرحيه دروسني عدان بالتفصيل إنك إن تغير ما يبدل اسمعنا يزمر يبدل إلى سهولة مع أنت نفترض بلي من صعوبة إلى سهولة من صعوبة إلى سهولة لا يو المستوى يصعب يو المستوى يسهل لقد فتح كلمة الدليل ذي ربي سبحانه القرآن إن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته أنويك الزمرنا ذي وضع النفوياكي تقوى يعني تقول ربي يثن درجة عليهم بزاف فقلت وعهر أنا عامير في كوال احتفظ ضعفظ صب دماغري والنيفو شو النيفو يجي اسميس ما استطعتم تقول الله ما استطعتم تزمر ثنوان شو لان دو نيفو يو نيفو علي يو نيفو سار ما يليون ذاكي إلا يرسل لي نيفو ياكي مقبول أثان ذي تقوري في غرس سيلا الظن نتقوى دو نيفو لو نيفو كذا مشطوح يتأرجح بين مستويين المستوى الأعلى والمستوى الأدنى وصحح الإنسان النيفو نتاعو يختلف زار كان دي رمضان كنت سوري مخلف دي رمضان نسعي كل نيفو علي عموما صيام القيام رمضان تبرعات صدقات ايه من بعدك في رمضان ايه قيام الليل ثورة يضرم هي قلة يضرم كل يوم يزاري مانيس ما يكرد قبل الفجر يزال ركعتين دي جي الخير الرح مي عموما يضحف وهذا هو الإنسان سبحان الله وخلق الإنسان ضعيفا كما قال القرآن الكريم وخلق الإنسان ضعيفا مي حتى في المعاملات نتاعنا كامل تاخذ أبو بكر الصديق مثلا وتظل راه الوتر يتظل مع الفجر قبل الفجر معناتها الذكر قبل الفجر وهذه الظل يقوم الليل من بعد يختم يجعل اخر صلاتكم يعني بالليل وترا تيختم الوتر يميليون يشوكو دي تنكر الفجر اي غير غير ريسكي علاش يدير لافونتور مغامره عشان اليوم الوتر ما نصليهاش نخليها وذكر في 8 نصبح يروح كلش يروح الفجر يروح الويتر يروح كلش اي غير ريسكي
ينوس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب بيزول الشفاعة الوثر جوست أبر العيشة يزول الوثر. أبو بكر الصديق إجاتنا الميذ قبل الفجر إن شخذت بالعزيمة شخذت بالرخصة يعني سيدي النيفو وعادي ماشي وكل إنسان في نفسه في عمومنا كل واحد عنده إلا ولا حول قوة إلا بالله ربي خلق وفرق. تلقى واحد مثلا يجي الصيام تاع ذي محرم صائم ذي الايام العشر الاوائل تاع ذي الحجه صائم الاثنين والخميس والايام البيض الله يبارك. تلقى واحد يعص رمضان الا ما يصلى شهر رمضان الذي انزل فيه القران. واحيانا عرفات ترى عرفات في بونافير ربي يغفر السنه الماضيه والسنه اللي ازمرت عاشور تتصمرها وهكذا. لذلك يمكنني أن محاسب كان في الفرائض معس في الفرائض ما تسيق هذا قيني ظن سيدي النيفو سيدي النيفو على قدر كما قال الشاعر المتنبي ليش على قدر أهل العزم تأتي العزائم. هناك أصحاب العزمات إلا وهي ضحين أخويا كيني في الفرائض عثن تعسق ديجا الله يبارك خير وبركة. نهضرت في العزيمة والرخصة ذي الحج وسنعود إليها بعد حين إلا يولكنك تروح سي مكة إلى منى فضار من بعد سي منى إلى عرفات فضار يخدم السنة ما شاء الله ومن بعد سي عرفات ثم ديث ما ديسو بدي يروح يبات في مزدلفة وذي يروح مع الفجر مش على الحرى سنت يخدم الله الله إلا ويطفيني كينا ودي لرا كرسي لرا كرسي إكساك منى نني وحجه صحيح حجه صحيح وليس عولوة لا فدية ولا دم ولا هدي ولا شيء يروح مباشرة من مكة يروح في الكار نفطم بي نفطم وطو اختر من موطفك والحن لله يروح عرفة عادي من بعد زي ذم ذم دي مدور سي عرفة من يروح تذاق في الكار يوضى المزدلفة يرسي الظل المغرض العيشة وكذا وكذا حط الرحال يقيم شوية نغيتش شوية من بعد يكمل بريس يروح ديري ترمينا حجه صحيح عادي ولا قرات السمس مشيني سنقص لا لا وين اللي غني اجتهد يعني صاحب عزيمه صاحب همه همه عاليه في عين ربي اول يسعى الهمه وثاني يسعى الجهد خاطر زمان تفضي ولد مغار يسعى الهمه عاليه ولكن ولاش تزمرت الله غالب العين بصيره واليد قصيره ولكن الجامع انه هناك يعني الاسلام والاسلام يستجيب لجميع المستويات سيدي النيفو يكون مستويات يجمع كل الاسلام والله يبارك ربي الحمد لله هكذا الذي قال اتقوا الله حق تقاته هو الذي قال اتقوا الله ما استطعتم والحكم الشرعي ان تغير الى سهوله اذا نفترض باللي من صعوبه الى سهوله لعذر يلا أن وليون يزول لك الجامع في كرسي أشو ثيب بنسى كرسي رخصة رخصة خطر صعوبة لكون هذه الظل سيف الدين يسعى المشقة يهلك عروريس لرني ديسكان ما شو يهلك لا يستطيع ماذا يصنع يجلس يصلي قائما لأن القيام في حق القادر عليه فرض إلى قنزل سيفدي إيمون زميرة سيغيمي صب من صعوبة إلى سهولة إيمون زميرة سيغيمي في يديس أي فوس نغاز الماضي نثين هنيث يك التفاصيل يك كلانت هذه الرخص هذه رخص سيدي فاذر أي غارتي ديفكا شرع تيسير لنا من باب التيسير من باب التيسير خطر ضرب بدي تسكن تزمر فربي تسكن تزمر سبحانه. لذلك اشو دينا ان تغير الى سهوله لعذر صافي لقاتي العذر ماشي هكا لكن ما اليوم ديسيديت نصلي كاع الصلوات بالجلوس لا لا تصليهاش باطله اللي يقدر يقوم وما صلاش قائم صلاته باطله قولا واحدا واش يمكن يساوي خاطر ركن من اركان الصلاه وثيق ديمانا اشو دينا
مع قيام السبب للحكم الأصلي، مع الحكم الأصلي له سببه، له سببه الحكم الأصلي، فرخصة مباشرة شو ديننا إنك طبعا أعود لبعض لبين بعض المسائل بعد حين، فرخصة صافي مدروخة من إلى، من وضع إلى وضع، لعذر لوجود العذر إنك أتجد الحكم الأصلي اللي هو القيام وتزال صغيمي نغاك الوضعيات الجائزة. هذه هي الرخصة في فاضر رخصة شرعية. بعد في كذا أمثلة السبكي إن كأكل الميتة، الميتة يعني كرمكم الله الحرام، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، المدينة ربي سبحانه، فمن اضطر هاتا يخي ربي يدينا دل حرامك وكذا. من بعد شو ديننا؟ فمن اضطر في مخمصة، شو المخمصة؟ معنى ذو اللاز، اللاز من القرآن، شدة الجوع، ما تشيد غير مية اللوز كان شوية غادي يروح سيني حرم ربي سبحانه، كأكل الميتة. إذن الأكل الميتة هذا أمر لا يجوز إلا لضرورة ملجئة، معتها يون مي بضريوث درجة لو كانوا لثتارة أين حرم ربي، معتها يعرض نفسه للموت الهلاك، نغيون يفوذ فذنية من قران وريوفار الحلال وريوفي رمان وريوفار غيغي وريوفار يفكي وريوفار الجازوز وريوفار الجو العصير يوفسي وين يحرم ربي سبحانه الخمر فقط. وثاقي ذغ عند الضرورة، أقصد هذا الأمر قد لا يتحقق، قد لا يتحقق إلا نادرا في الدنيا، ولكن إذا تحقق ذلك واش كاين هنا؟ أذيس الحرام مني أنا عميه غسل ذي الحرام نغلقثني ذي الحرام باش هذيك هذي السبعة ذي الهلاك المثني وين غدي خلقا يحملها غيبغي غين الهام. إن ذي القرآن ربي سبحانه إن ذي لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وناد في آية أخرى آية 29 من سورة النساء إن لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، يوني بظن الدرجة يجي يسعى الرخصة إن فاذر رخصة أين إلا ذي الحرام أذ يغال فلس ذي الحلال فلس كان. لذلك الرخصة خاصة بالشخص فقط، حالة بحالة سكا باركا هكذا. ولكن دغدينا إن ربي سبحانه عز وجل لا ولا قاس ديباسي لي ليميت، ماشي يون يفوذ ويفرمان يفكن سوى أي حرم ربي أسيري بيسك الضرورة الساقي أتبرد هاد السوق فقرات كومبلي. لا لا بالك شوط كان جوست سريكس الخطر دونجي نيدايا ربي في سورة البقرة الآية 173 إناد فمن اضطر غير باغ ولا عاد. ما معنى ولا عاد؟ أي لا يتجاوز حدود الضرورة، لو ستريكت مينيموم أي لقن، غير باغ ولا عاد أشو دينا؟ فلا إثم عليه، فلا إثم عليه، الإثم ورسالة الإثم في سورة البقرة الآية 173 ربي فلا إثم عليه، في سورة المائدة الآية الثالثة يمدها ذرك ربي فإن حرم ربي سبحانه حرمت عليكم مما تتو الدم ولحم الخنزير، بعدين فمن اضطر غير، فمن اضطر في مخمصة دقيق في اللاز، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم، ذكيو ثند فإن الله غفور رحيم ذي لا ينظن ند فلا إثم عليه. إذن رفع الإثم ثقي رخصة
اون فافور رخصه. من بعد في كذا مثال ايضا دول القصر، يعني القصر في الصلوات، القصر في الصلوات رخصه. ذي السفر النخ هذه راح ويدي سافر اكثر من 80 كيلومتر، يسعى لحق الرخصه، يسعى لحق الجمع، يسعى لحق القصر. هذه ذكر في الظل طوارق العصر اسم سنت الظهران، اما سنت ذكر مع وقت الظهر ما ذكر وقت العصر، يعني اما جمع تقديم جمع تاخير قصرا في اكسيدي فافور. مي قبض المغرب الظل المغرب ثلاثه أديروا العشاء ثلاثة هذيك من الفريس مباشرة، تو هذاك ورنا مثلا عدد يوم ديال الجامعة ديال الشيخ الحداد يزور يزنغ المغرب. الإنسان مسافر أديروا العشاء يكمل. ما إلا يسعى مسافة القصر أديروا العشاء ركعتين داين كيف تظل فيس. أما كان زمان تيوخر المغرب تيوخر، المال 10 كيض المال 11 كيض يعني يوخر وقت العشاء تيزدوك الجمع التأخير قصرا. تيكيوك سي دي فافور ذكي يناد تاج الدين السبكي إناد مدينة فرخصة إناد كأكل الميتة والقصر والسلم. ذكي قرن بيع موصوف في الذمة، شرحنا هذا فيما سبق في المعاملات، بيع وقيت تعرفين السلم بيع موصوف في الذمة. وفطر مسافر يوذى مسافر يوزان لا يجهده الصوم، حتى كان لا يجهده الصوم يعني في ضرر وخطر ما يضريش ويزميرا لا، ولا ماشي إذا مسافر، ولا ماشي إذا مسافر يجوز له باش يفطر، لا يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كدينا ربي سورة البقرة الآية 286، ذي الآية 185 إن ربي سبحانه، ملي يهضر في الصيام، إن يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فقي الآية 185 من سورة البقرة، أبري ملي يهضر ربي في رمضان وصيام رمضان، من بعد يختمت الآية دي. الآية 185 سورة البقرة، ربنا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ربي يبغى سيول ليسر 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 ليسر، ولي يبغى تخمسي الشدة نغ العسر هكذا. إنك سواء ذاك الصوم كان واجبا أو مندوبا ومندوبا ومباحا. أم بعد وخلاف الأولى، وخلاف الأولى وإلا فعزيمة. نغمولاش العزيمة ثورة، ما هي الرخصة ما هي العزيمة؟ أولا العزيمة من حيث اللغة ما معناها؟ معناها قصد مؤكد، قصد مؤكد. ما دمض عزمت عزمة سيض النية في زمض الرأي فرض رأيك أتخذ كذا وكذا عزمت. إذن العزم معنى القصد المؤكد، القصد المؤكد. وجي من حيث اللغة، وربي القرآن الكريم فإذا عزمت فتوكل على الله. فقي سورة الآية 159، الآية 159 من سورة العمران، ربي ناد فإذا عزمت فتوكل على الله. وعلى بالك تلقي العزم معناه بلا تردد، في كو تفضيوني تيزيتي يونظر رزد ثلاثة أرض في نعشار في تيزيتي صافي عزمت، فإذا عزمت فتوكل على الله. سافا بروجي تغرط مليح وكذا تخلط ليتيود وكذا تشاورض إلى آخره، تكل على ربي. لو كانت قيمضة مطرد تخدم ضرا والو لا يمكن. لذلك العزمجي مطلوب جدا، لذلك قلت لكم من في موضوع النية، النية من مقاصدها، من مقاصدها التمييز بين العبادات والعادات. يزمري ولا يدوش ولكن ورق صدر الغسل يزمر صافي لا قال لي فرق يا سنت سوا شو سنية هذه زلط ورق العصر في قربعة في قربعة ذا شوي فرق يا سنت ذنية ثقي طهور غصر بركعات ثقي العصر بركعات يوني الزول القضان غير الزول النافلة يوزم الزول القضان النافلة القضان الأداء ذا رمضان كيف كيف إلى آخر وهذا القضاء وهذا النية إلى آخر صافي. النية من مقاصدها العزم والجزم
والحزم، ومن مقاصدها أيضا التمييز بين العبادات والعادات من جهة، وبين العبادات في حد ذاتها كما أشرنا. لذلك إذا كلمة العزم يراد بها لغة القصد والمؤكد من حيث الاصطلاح، إنه هو الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي، حكم ثابت. درك الآن يكل ما ثبت من أحكام شرعية بأدلة شرعية في الكتاب والسنة، خلاص هذاك هو المطلوب عزيمة. خمس صلوات، خمس صلوات، رمضان رمضان، الحج الحج، الزكاة الزكاة، في الضوء الواجبات اللي ساعه كذا الواجبات الأخرى، ماشي في العبادات، والعبادات بمفهومها العام، الإنفاق على الأهل والعائلة والوالدين، مش عارف كيف هي واجبات إلى آخره، وأداء الأعمال واجبات، يونس على الخدمة قد يخدم ذي واجب في الناس، واجبات واجبات، هذه كلها ثابتة بأحكام شرعية. وقد تأتي هذه الأحكام من مصدر العقود، العقود ان كونترا، خدم نسين العقد، وإذا عقدني لانت لي زوبليغاسيون، لانت التزامات، كل يوم نشو التزم فلان بكذا وكذا، التزم فلان بكذا وكذا، يون ذاك الراي يشير تحانس من بعد ديفورمي ساك وراك رايح قد شي ورد الريس تشير تحانس ابري يخلص كل شاك اكس كل شك سوك الحيوض من الدخل يخدم تساوي الشيء اللي مستاجر انت صاحب، انت تملك المنفعه لا تملك الرقبه. باب انت حانوت يملك العين ينس يسعى لك ينس ماذا كراي يملك المنفعه، عقد الايجار هو عقد منافع، عقد منافع ما ينقلش الملكيه من المؤجر الى المستاجر، ينتفع فقط. لذلك في تفاصيل مهمه، وهناك مشكلات كثيرة تقع بين هؤلاء بين المؤجر والمستأجر بسبب عدم استيعاب الأحكام الشرعية، بين قوسين حتى الأحكام القانونية في هذا المجال. إلى أما الرخصة، الرخصة للعلماء الأصوليين ما ليس برخصة فهو عزيمة، ما ليس برخصة فهو عزيمة. الرخصة لغة، كلمة اللغة ذي اللغة المراد بها اللين، اللين نعومة، رخصة، رخص، فضل، لين ونعومة. أما من حيث الاصطلاح فيه تعريفات، منها استباحة المحظور ضد بالإشالة مع قيام الحاضر، يعني استباحة المحظور. سلام الآية مدينة رب سبحانه، فمن اضطر غير باغ ولا عاد، معنى ثلسبة إيقل إيقران أين اللان ممنوع يغال مسموح، أين اللان دل الحرام يغال دل الحلال، أين اللان دل الحرام يغال دل الحلال. في العبد ني كان في رمي دني والمي اللوز وفلا شريك أذي شيني حرما أي غرب باش ذي نقذ ثنفسيتي ينقذ الروح ينس، هكذا لأنه أمرنا بالمحافظة على النفس، المحافظة على النفس مقصد من مقاصد الدين. الكليات الخمس، خمسة منين؟ حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، وحفظ العرض مع النسل، وحفظ المال. كل هذه المقاصد الكبرى والكليات الخمس عندنا النصوص تحفظها من حيث الوجود ومن حيث العدم. من دين ربي سبحانه، من من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، أي غير دون دورغان، يعني شيء يجي ماشي كان يذم أتفضي ونساء في ظلت موث تسيس نف إيون هماسنا وتماسنا كذا ساعة سنتظم، والحمد لله رب سبحانه يقدر نزمر نعيش سيوث نتيزلت سيوث أتفك ذراني ويتيزلتني وي بيان سور بالشروط الشرعية والشروط الطبية والشروط القانونية، وقيا كسعان الحقادي في الشمال أي غار.
لماذا أجازتها المجامع الفقهية التي تمثل الاجتهاد الجماعي وأجازها الكثير من العلماء باجتهاداتهم الفردية؟ من الأدلة اللي اعتمدوها هذه في كلمة الدعاية كي الناس في الطاقة الدرس إذا من بالك تنتج على ربي السبة. طبعا الحياة في ضربك وشك فوس ربي، ولكن نكوني ذي الخير ذي التعاون تعاون كيفاش ما تفكر ولا ذري ما تفكر القوة تفكر إذا من يحوج إذا من يحوج أو نيجاتيف ذوي حواج يحوج أو بوزيتيف ذوي حواج هكذا يحوج في الزلط ما إلا مسموح إلى آخر. الله يبارك. أيضا الأدلة يعتمدون منها هذا الدليل، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ذي الآية قال يستيضني ونذي وليوني غرق ذي البحر نتسى ذي قريم يسغل البحر باش يدي سلي إلا وان دا وين كني سلكي ذي نسي غرق إلا وان دا غد حكي أنت مشوها باليقين يعني سبحان الله تضحية. هذه فقد دولي ذي الموازنات لذلك فقه الموازنات في الشريعة مما يستعين به هذا الأمر، يستعين بهذه الأحكام بهذه المعايير لضبط فقه الموازنات. فقه الموازنات كل شيء للميزان للدنيا. إلا المعنى وايض إن الحكم الشرعي الذي غير من صعوبة إلى سهولة لعذر اقتضى ذلك، وجي من التعريفات المذكورة في باب الرخصة. ثم نحاول نشرح كل هذه المعاني فيما بقي لدينا من الوقت. أدنغال إلى موضوع الرخصة والعزيمة والأدلة السنت إلى آخره، نستفيض شوية في هذا في هذين الأمرين. أولا الأصل العمل بالعزائم، هذا هو الأصل العمل بالعزائم، هذا هو الأصل. سواء تعلق الأمر بالممنوعات يعني تجنب الممنوعات المحظورات والإتيان بالمأمورات والأخذ بالعزيمة، هذا هو الأصل. مثلا أدنك بعض الأمثلة، تظلف نقوم الصلاة عن زاسي بالدين أما كذا إن شاء الله، هذا هو الأصل. ولكن لا نلجأ إلى الرخصة إلا لعذر المرض عدم القدرة. كيف صيام رمضان، أنا نظام رمضان ما لي يظن يهلك لا يستطيع السين الطبيب شنو ورزمي الغرة، إما الطبيب السين بحكم خبراته يعني ذا مسنو ربي ندوى لا ينبئك مثل خبير أكين شنو تزم ضرة نقض شيش استجري بينك سال مجرب ورضي ماني في الزمي الضارة لا تستطيع. فبالتالي ومن ثم أشدنيني وينك نغدي قنا ربي سبحانه إيناد تشيف أيريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. طيب في قاعدة في قيينك إذا سلب الله ما وهب أسقط ما أوجب، يعني فزمر تضرب سيديف كان ميكسي تربي إيون سلبها إكسس تزمر صافي يسخف في اللاس ماشي إكسس تزمر في ناس يتزمر خاطئ. إذا سلب الله ما وهب أسقط ما أوجب إكسس تزمر إكس في الله رمضان تزمر فذوث سفق لس الفيديا ورتقلق ورح تزمر اللي يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ثورة التخفيفات أتصيق الله نغض الأصل هي العزيمة. أي غدي النبي عليه الصلاة والسلام لقد نسينا كل حديثة إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، حديث أخرجه الإمام أحمد بن حنبل. إن الله يحب يحمل أن تؤتى رخصه، مارس عند شروط الأعذار ربي يحمل أتطفم لي فاضوراكي الرخص يكون ديفكا كما يحب أن تؤتى عزائمه،
صافي لا العزيمه وهي مطلوبه، لابد ان تؤتى العزائم مع القدره وعدم العجز، ولكن اذا تعذر ذلك لوجود عذر شرعي لتحقق مسوغ شرعي انتقل من العزيمه الى الرخصه بلا اثم. ولاش الاثم؟ صغار ذنوب ولا حرج، اتحرج. لذلك سفيان الثوري رحمه الله شو يقار؟ يقار إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة، أما التشديد فيحسنه كل أحد. إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة، أما التشديد فيحسنه كل أحد. معناه الإكستريميزم يسهر صدف الطرفاك عن الطرفاك. روح زيارة الماس تلمسني إخي ناد ربي الكواليس، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. سورة الآية 143 في وسط الصورة، الصورة 986 آية ديفيزي باردو سيدة في الدين الآية 143 واستقبليث فقرنيث ساكيث قرنيث ثلمس قيم ذي الخالي. لذلك نروح كنس العقل أن في بلي سفيان الثوري إناد إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة. شي غادينا ثقة خاطري ولا ماشي ثقة؟ هذه غلاس دي تقليبك الرخصة ندلها نتاك من يعني تحرى الرخص سيدي كان في اللسنت ذي الظليث ذي رمضان ذي العشور ذي كلش إلى آخره. إنك يترصد بلا عذر كان كي تقليب كان في إنك فقد اجتمع فيه الشر كله. صافي لك الميزان كل حاجة دوزيك الميزان قليل الميزان هذا مكان. والميزان لقي عمر بن الخطاب اسمي روح نمسك الصحابه ظهر ثم شهود اسمي بظن بمكاني بظ الخبر خبر يقين بلي لا طاعون مرادي كونتاجيوز طاعون لقي يخدم العجب يخدم العجب المغن التفضي يموت جاد الراويس قبل يخدم الفريضه يموت ونسيس ديجا ينيش ولاش سكواس يخدم الفريضه طاس مسكواس يقول لهلاك العجب لي زيريتي قبل سني في الفريضه ديجا يموثيون سي ماك ويس. المهم المجتمع شاهوت الناس من الصحابه يشاوري اللي سوري نكمل غنغال اما نقرب رزداف انهلك مرض الطاعون سياتي علينا غنغال الهربه تسلك لانه جالسين نخاطر تسوغال راه القدام ايه كيسين إيس وين ينتقل؟ ينتقد أبو عبيدة عامر بن جراح نيفو عالي ماشي ذا صحابي جليل ناس إيس أفرار من قدر الله يا عمر اسمع وراك رايح سر ورد السلسلة مكتوبنا اسمع كمل يعني جزاه الله خير أفرار من قدر الله يا عمر ستادير القدام ولما إلى الدونجي إلى الخطر إلا نقصد انكمل افريد. ولكن عمر الخطاب الرئيس ان يس لو غيرك قالها شغل استقبالي في الترجي غير في الجهاي ترجو اكثر ان يس نفر من قدر الله الى قدر الله نرول سي القدر غير القدر يعني غلق المستجور ماشي كيما ناخذ الاحتياطات خاطر والا ممكن بين قوسين الشجاعة تعريف الشجاعة ما معنى الشجاعة؟ وسط بين الجبن والتهور إلا الجبن يوم ذا خوف كلش نغ متهور صدم برك ما يهمش لا الشجاعة تلمستني ماشي ذا الجبن ماشي التهور الشجاعة لها تهور ذيريث ذا الطرف طرفين النقيض سقراط وقي فيلسوف كبير فيلسوف إغريقي برمي العقول قرانا في الدنيا. نسمى معنى الفضيلة يا سقراط. إن الفضيلة
وسط بين رذيلتين. يبغي تسيدي راسي بالسواس، وسط تلمس بين رذيلتين. سيدي ما معنى الكرم؟ ما دين فيني ذكر مي معناتها ذي تلمس ير الشح التقتير أكد التبذير الإسراف بين التقتير والتبذير ثلا منطقة وسط اسمي الكرم دمدوك تي كذاك يا كوك لي فالور ديالنا شرعك ان تفضل كي تلمس كوكوك كيما لا انت ذم كل شيء. لذلك نكون بعد حركتنا مضبوطة بفقه. يا اخي النبي عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. حديث كي رواه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه شو ديننا في عصر تسلم ويحب ربي الخير في فقه. ولكن الفقه هذا في الدنيوية كيونيون أدوظ ومقار الفقه النصوص النصوص دي تكس القرآن والسنة أدوظ فقه المقاصد باش تسيك ذكره إلى قديلي ذي وذي ذي فقه الموازنات من ذي النبع ذي القاعدة الفقهية يختار أهون الشرين هذا وين موظين الطبيب وكذا نجمع بس سنوالي إلى قاعدة يزم فوسي نغضاري نموش ثروي فلاي لهلك أذي وصولك روح كلش بس نرجو أما ذا بيك ويزي زم رضار أمي يا خويا باش أسلك راه كي يزم صدار وكي قال بطر العضو السقيم ضمانا للجسم السليم ثاي يخدم الميزاني هم يخلص الحوض اكسني ونوضار اعوذ بالله ربي ان شاء الله يعافيكم ويعافينا نغا تجضي هلاك ني فهم شو هلاك يقصد الا ما يبغاك الصوره من بعد داين تروح خدم الموازنة يختار هو لذلك الصحابه واش دين في النبي عليه الصلاه والسلام ان ثبت انه ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما من الميكسوس اختار النبي عليه الصلاه والسلام هذه اختيارين في السوسن سوى ما الى الاثم ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما. صافي نحتاج الى فقه النصوص، نحتاج الى فقه المقاصد، نحتاج الى فقه الموازنات، نحتاج الى فقه الاولويات لي بريوريتي لي بريوريتي. يعني غير الصحابه من اللي تيشكع النبي صلى الله عليه وسلم اسيني اتروح من القوم كذا وكذا خبرت بلي ربي يون هي وانت كنت مزوالوث وسقرا راه تعشر وراه العشر مازال فإن استجابوا لكم أمنا إني تسن بلي ربي فرض في اللون خمسة الظلة يروى يرواس كذياض فإن استجاب لكم استجابوا لكم يعني خطوة خطوة دوس يوثيوث ماشي فيك أنت ياكل يوثيوث فقه الأولويات اللي اسمه فقه مراتب الأعمال هضر عليه بزاف سلطان العلماء العز بن عبد السلام ويهضر بفلسفة الإمام الشاطبي في الموافقات يهضر بفلسفة طاس العلماء يهضرون فقيم يقارن فقه مراتب الأعمال فقه الأولويات إلا ونقيرو اسمي فقه الواقع. فقه الواقع كي معناتها من الواقع إلى واقع قد تتغير الفتوى من واقع إلى واقع وقد أشرنا إلى هذا من خلال إشارتنا لكتاب ابن القيم رحمه الله إعلام الموقعين في جزئه الثالث في الصفحة الثالثة باب تغير الفتوى بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد هذا الباب. لذلك ثورة نغال إذن السلامي هو سفيان الثوري الله يبارك. إذن إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة من ثقة أما التشديد فيحسنه كل أحد. فردنا بعض الأدلة الأدلة كثيرة من هذه الأدلة ذي القرآن والسنة. أول السنة سلمس حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما إلى آخره. اسمح لي كان تعليق خفيف فوني عمر الخطاب مثل لو غيرك قالها إن سنفر من قدر الله إلى قدر الله باش غادي نستفهمك باللي ندفع القدر بالقدر اللاز ذي القدر ندفعه سلمك لا سلقوث أنا الفاز الشياض قدر ندفعه بقدر ثمان المرء لهلاك ذي القدر ندفعه بالدواء والدواء في القدر الصميض قدر ندفعه سوفرنوس نغا سخانة وهكذا
ندفع القدر بالقدر. إذن فلنتعلم من سيرتهم رضي الله عنهم أجمعين. لذلك الآيات كثيرة، أختار منها إلى رب سبحانه في سورة البقرة الآية 286، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إن ربي في سورة البقرة الآية 185، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إن ربي في سورة الحج الآية 78، يريد الله وما جعل عليكم في الدين من حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج، الآية 78 من سورة الحج. إن ربي في سورة النساء الآية 28، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ولكن لاحظوا معي، في كل مرة بيكرر يريد ربي يفغى يريد، وإذا قلت قد تختلف إرادتنا مع إرادة الله، سنكون لا سنكون ضرين غير عدين، خاطر ربي يفغى كين يفغى. عبدي أنت تريد وأنا أريد، إن سلمت لي فيما أريد حققت لك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد ولا يكون إلا ما أريد. خلاص. وربي في سورة ياسين الآية 82، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، بين الكاف والنون. ولكن لما دينا ربي سورة النساء 28، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. لذا الآية السامية سورة البقرة الآية 173، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. سورة المائدة الآية 3، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. لذلك العلماء سفغند من خلال كلمة التخفيفات، سفغند ما يسمى بالتخفيفات، أنواع التخفيفات. إلا النوع الأول اسم تخفيف الإسقاط. ما معنى تخفيف الإسقاط؟ معناه إسقاط القبلة، مثلا إسقاط القبلة عن الشخص إذا كان عاجزا عن إدراكها. استقبال القبلة واجب، إلا قنزل القبلة صح؟ إيميلة في الحوض الصحران ذيك ذورال والسنظارة الوقت مزالي ثم كالظل، اجتهد في تحريها، بلك توضي من الجمعة كالديستانس عن بعد ولا مشي قبل إيميلة ولاش الظل هذا صغير، سقطت عنك القبلة ذي الفافور، بارك الله فيك، ذي لافيون، ذي لافيون استقاضى الكوماندون دبورة ريتها القبلة غزل طهور في الحو في أي اتجاه الظل وخلاص أكنت الليل أمو ذين دي سبيطر أمي ظن بلك أسخة من السيورة مشو الدنتياك مشيك والقفلة مش ريخ هذه الظل إلى غير القبلة سقطت عنه القبلة. تجي قرنس تخفيف الإسقاط إلو مقارن تخفيف الإبدال. ما معنى تخفيف الإبدال؟ أكا ولاش أمان تيمو فتيمموا صعيدا طيبا. والتيمم طهارة ترابية، ننتقل من الطهارة الأصلية وهي الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية وهي طهارة البدن لأسباب، إما ولا شمال، إما أن دل الومان إلى الدونجي نغندا للومان لو كنت جغى خامي كنت جغى مثل شو سعاد المالي نغ الأهلي كنت تقاض في اللسان نغ العجز للمرض تغذي ونذا مضين وزميرا كان ذي غلوظه وذي أهلي نغ يتأخر شفاؤه. خلاص ذينا ينتقل مباشرة إلى الآية السادسة من سورة المائدة فتيمموا صعيدا طيبا. تجي شو اسم تخفيف الإبدال، إبدال ماشي ذي الوضوء تيمم، تخفيف الإبدال ذا القيام والجلوس، نصلي قياما إذا لم نقدر نصلي جلوسا، قعودا إذا لم نقدر نصلي على الجنب، الجنب الأيمن أو الأيسر أو إلى آخره، ما يسمى بصلاة المريض والعاجز من ذي الفقه الإسلامي أكيسخذ من العنوان صلاة المريض والعاجز. يلا أما كنداغ إزمال لغة تخفيفة دياس ماشي لهذه الأمور، ألا لا تخفيف الشم ذي العبادة أم الحج سيكون دينا أسدعي وذا الحج أي غر يوم التروية الغشي الحجاجة ظل ركعتين ظهراً
فقط في وقتها، والعصر ركعتين قصرا في وقتها. مازال بذي العثفة القرآن يوم التروية يوم 8 من ذي الحجة. ومين التدرج؟ سبحان الله، التدرج في التخفيف، تدرج في التخفيف. يوم التروية الزاد طهور ركعتين في الوقت، العصر مدي بذي الوقت ركعتين فقط. ميزكني خاطي أزكني الحواجد، حواجد تخفيف أكثر، خاطر عرفات الحجاج كل نجمع عندنا، هناك حرج ذي الوضوء ذي كذا كذا، الشرعين يخرجوا. الظل كان طهورك في العصر ذي الوقت الطهور يرنس نسنا تهنى ذايل، ولا صلاة قبلهما ولا بينهما ولا بعدهما، ولا اشتري الرواتب نازل النافلة روح الشغل وايف القرآن الدعاء الذكر وكذا تخفيف، أليس كذلك؟ في نفس اليوم تقررت هذه الرخص. إذن وصلنا قلنا في عرفات تجمع الظهر مع العصر، جمع تقديم قصر في وقت الظهر بأذان واحد وإقامتين، وبعدين بعد المغرب أيضا يعني بعد المغرب الذهاب إلى مزدلفة، الوصول إلى مزدلفة أيضا صلاة المغرب والعشاء جمع تأخير قصرا، رخصة أخرى تكررت، رخصة شرعية تقررت شم ذي العبادة أكني وزادك أنت في غضك الظل وسقان كأخذ بالعزيمة ذاك، لا تأخذ بالشرع هكذا النبي عليه الصلاة والسلام، أكني يخدم ما لا نخدم ووجد. أما الرخص يعني الإنسان مخير. ممتاز. ثقي ما عندكش في خيار، خذوا عني مناسككم، ولكن هي في أصلها تخفيف، يعني ذكرتها في معرض الحديث عن التخفيف، لأنه أي واحد كي حج يقول الحمد لله كي كان تخفيفي خطر تخفيف الحمد لله. الزرد الظهر العصر واحد سنت جمعة قديم قصرا، المغرب العشاء جمعة تأخير قصرا، ما عندكش فيه خيار. ولكن مثلا ترى في الرخصة في الصوم بارك الله فيك يون يروح ذا مسافر يسعى الرخصة يبغى يأخذ بالعزيمة يجوز باش يأخذ بالعزيمة، أكين كل مسافر سياغ الحق سياغ رخصة باش تشغل كذو زمر أخذت بالعزيمة، وأيضا كن أخذ بالرخصة غاسر كيف ذي الطيارة كليماتيزي وكل شيء يأخذ بالرخصة عادي، لا إنكار لا ينكر هذا على ذاك، ولا شو إنكار نفاير يو نخذ بالرخصة ونخذ بالعزيمة. ولكن ثقي دينار كثيرة أكيد الله أصلا بمعنى هكذا تقررت في العبادة، نعبد الله بما شرع على لسانه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. بعد سنتغد قواعد فقهية، القواعد الفقهية يجي أنسي أنت دبين الفقهاء بنت أنت سي القرآن أكذ السنة النبوية، سواء كانت سنة قولية نغس سنة فعلية نغس سنة تقريرية نغس السيرة، لأنه تعريف السنة عند المحدثين أوسع من تعريفها عند الأصوليين أو عند الفقهاء. تعريف المحدثين يعني علماء الحديث تعريفهم للسنة النبوية أوسع. السيرة في شم الصفة سواء كانت خلقية أو خلقية، يعني المهم تعريف السنة شرحناها فيما سبق، تعريف السنة النبوية عند المحدثين أوسع من الأصوليين وأوسع من الفقهاء. يلا لذلك النبينا صلى الله عليه وسلم أين غدي جا كامل ذي القرآن من ذي السنة، الفقهاء سوفنا غد القواعد لضبط هذه الأمور. السلام قبل حين ذيك الآيات اللي ذكرناها سورة المائدة سورة البقرة فهمت قاعدة إنك الضرورة تبيح المحظورات، ذا شوك صوضا المحظورة ذي يغال مباح، أين الله الممنوعة ذي يغال مباح ذا الآية جي. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، المنزل له حرمة الخامسة الحرمة، ولكن ما إلا شال تمس والعياذ بالله أرسل بول في شمال لأ لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، أليس كذلك؟ طبعا كان إجراءات كان دي بروسيدور ماشي صدم كان يعني يتصل بالبومبي، ماذا كان أمر ضيق لا يمكن لا ضيق جدا، يجوز في هذا الظرف ما لا يجوز في ظرف آخر اللي يسموه
ظروف السعة والاختيار، وكاين ظروف الاستثنائية. في الاستثناء يبقى استثناء، فالمحظور يصبح مباحا لوجود مسوغ شرعي، مبرر شرعي لوجود ضرورة. الضرورات تبيح المحظورات، وتأتي القاعدة الضابطة الكابحة نسافي فريني القاعدة تمزولف اللي هي الضرورة تقدر بقدرها. أنسي سيدبين القاعدة يقيسي الآية 173 من سورة البقرة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد أي لا يتجاوز حدود الضرورة، يعني ربي ند فإن الله فلا إثم عليه. ذاكي فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، ذاكي سورة البقرة الآية 173 معنتها. وستند قواعد فقهية كثيرة خاصة تقاذي في الضرر، قاعدة لا ضرر ولا ضرر، وأصلها حديث نبوي، لا ضرر ولا ضرر، الضرر تبيح المحظورات، الضرر تقدر بقدرها، الضرر يزال ولكن لا يزال بمثله. هذه كل قواعد. إذا ضاق الأمر اتسع، إذا ضاق الأمر اتسع، مثل ضيقة توسع، وإذا اتسع ضاق، وإذا اتسع ضاق. قواعد فقهية كثيرة، أكيد سنشير إلى هذه القواعد في مستقبل الأيام من خلال شرحنا لكتاب عظيم جليل اسمه جمع الجوامع في أصول الفقه لتاج الدين السبكي رحمه الله. إلى هنا ينتهي حديثي إليكم اليوم إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.